مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة. ونحن نتواجد بمنطقة خالية بحي الشرف التابع لمقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، وفي هذا المكان بالضبط تم توقيف 50 شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، يستدرج طفل يبلغ من العمر 6 سنوات محاولا اغتصابه في هذا المكان. كيف ما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام، إذن في هذا المكان مشاهدينا الكرام تم توقيف هذا الشخص من طرف شباب حي الشرف الذين قاموا بتربص هذا الشخص من أجل استدراج طفل قاصر لا يبلغ عمره 6 سنوات. كيف ما كتلاحظوا معنا في هذا المكان وسادة وكرتون، مكان الذي كان ينوي استدراج فيه هذا الطفل، إلا أن تدخل شباب حي الشرف تدخل بطولي قاموا بترصد تحركات هذا الخمسيني بتصرفاته المشبوهة، وهو يرافق الطفل في عمره 6 سنوات، بحيث كانت ستتكرر جريمة الطفل عدنان وكذلك الطفلة نعيمة بضواحي زاكورة لولا تدخل هؤلاء الشباب. مشاهدينا الكرام، اللي غادي يحكيو لنا على المباشر في هذا المكان بالضبط الذي تم فيه توقيف هذا الشخص برفقة الطفل القاصر ومحاولة اغتصابه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ثم معنا مباشرة على قناة شوف تي في، احكي لنا بالضبط كيفاش السيد شفتوه ماشي بهذا الدري. بسم الله. قرب الميكرو. بسم الله. أنا محمد الخامنشي من مدينة طنجة، ساكن حي الشرق. كان جينا المنطقة هذه باش كنتريد هنايا. كنت جالس في هذه الجهة ديال هذه الغابة هذه، شويه كنشوف واحد السيد اللي ما جيب واحد الولد صغير العمر ديالو يعني تقريبا 6 سنوات كيستجرون هاد الجهه هادي هي، يعني استغربت الموضوع كيفاش انا السيد هذا 50 يعني ومع الطفل يعني في الصغر عمر الزهور يعني 6 سنوات داخل بين هاد الغابه هادي، يعني شيء غريب. جات من بالي بلي ان نفس المشكل ديال الطفل عدنان كان غادي يتكرر. غادي يتكرر، وكان معايا صديق ديالي وتبعناه يعني لهنا الجهه هادي وصورناه فيديوز انه يعني كيتحرش به وبعض المداعبات اللي يعني باينه بان الانسان يعني ناوي اغتصب والحمد لله التدخل ديالنا حال دون ذلك، وكان الحمد لله ان ما تكررتش نفس وديك اللحظه يعني حصرتوا عيطوا الشرطه وجاوا نفس الحادثه ديال الطفل عدنان، واتصلنا بالشرطه اللي حضرت في عين المكان بكثره وفي زمن قياسي، والحمد لله تم القبض على الجاني وداوا مركز الشرطه ولينا بالشواهد ديالنا وعيطوا لعائلته ديال الطفل جات ام ديالو الحمد لله. إذا شوفوا كذلك مشاهدينا الكرام شاهد عيان كذلك ومن شباب حي الشرف كذلك اللي هو عمل بطولي رفقة هذا الشاب واللي قاموا بتوقيف هذا الخمسيني وهو يستدرج طفل في عمره حوالي 6 سنوات وهو في لحظة القيام باغتصابه. تفضل احكي لنا بالضبط. السلام عليكم. كما قال الصديق ديالي كنا مريحين كنصريدو، جي من الخروص كنصريدو، فجأة كنشوفوا راجل كبير دخل بعايستيتو هاد البلاصة اللي هي غريبة جدا، دخل شي عايستيتو من هنايا، يعني هاد الغرسة هادي معروفة بالاغتصاب، معروفة باللي خانة كيجي مع خيتي ولا جوج درجال كيجيو من هنايا. دخلوا حنا قلنا نستكشفوا شني واقع شني كاين، مع الحكم ديالي أنا كنعرف ديك العايل وكنعرف ديك الراجل، ما عندهم حتى شي علاقة لا من العائلة ولا هاديك، قلنا نتبعوهم. عند العساس جاب كرتونه، جا فحالو من هنايا هو وياه عادي، دخلوا من هنايا جلسوا في هاد البلاصه هادي بالضبط،
ريحو، زول له الصطافه ديال الثروه، زول له السري ديال هبط له السري ديال الشورت، وزول الصمت راسو، بقى كيتلعب معاه، كيحك له يده هنايا في وجهه، هذه المناطق حساسه في وجهه في ضخمه في عنقه، واحد الساعه ودو النفخات ديالو ودار المؤخره ديالو، بقى كيلعب معاه يده. حنايا كنصوروا هذا الفيديو ساعه، صورنا داك الشيء كامل، واحد الساعه اللي هي الساعه الحاسمه، الساعه اللي كان صافي ناوي ان شاء الله شبه العائله عنده هيدا يهبط للثروه، دخلنا حنايا ونقدنا ديك العائله هذاك، وكنتمناو يا ربي الحبيب ما يتعاود شي هادشي هذا. يعني دخلتوا في اللحظه الحاسمه، يعني متلبس غادي يختصر. وعندنا في فيديوهات على داك الشيء هذاك، صورتوا بعدا وثقتوا الفيديو عطيتوه للشرطه. الحمد لله عندنا الفيديو ديالو وثقوا الجريمه. يعني فيديو بالسري منزل مهبط باستضافه مزوله بكل شيء، فهمتي، كيلعب معاه هيدا وكي المهم سينا كتعرف داك الشيء. والطفل اعترف حداكم، قال لكم كان كيختصبوا كل شيء. عملنا له فيديو قلنا له شنو كان كيقول، كان كيجي كيختصبوا هذا الراجل هذا السيد هذا اختصبوا ثلاثه المرات. هذا الراجل هذا شنو كتعمل معاه هنايا، هذا الراجل هذا قال بصوره مباشره طريقه زنقاويه بان كيختصبوا، المعنى ديالك يختصبوا. وقال لك على ما كيقول، هو ما عطاه حتى شي درهم، ما عطاه والو، هو غير هضر معاه، قالوا زيد نوريك واحد الحاجه، زيد نوريك واحد اللعبه، هبطونا هنايا. والاقوال د الراجل الاخر اللي كيقول ديك المجرم، كيقول باللي انا عطيتو 10 دراهم وهو قال خصو 10 دراهم، وانا عطيتو 10 دراهم وهبطتو هنا، يعني ما اختطفو ما على ما كيقول هو. هادشي هذا كيبرر به راسو باش ما زعما ما اختطفش، يعني ما داهش صحه، وانما كيقول بلسانه باللي هو هبطو هنايا وكانت عنده النوايا ديال الاغتصاب. وقال لك العايز تيخصو 10 دراهم وتقبر عليه 10 دراهم، وفعلا ومي حصرتو بغا يهددكم برافو، بغا يهرب. وهزو الصمات، هزو الصمات الاول وقالنا عند ربكم اللي زدتو قررتو، وملي شافنا صافي حنا ناويين عليه صافي وثقتو بالفيديو. اييه صافي، هو زار ديك الساعه، ديك الساعه زارته هو، سيب ديك الحجار من تما. هي واحد الساعه عاوتاني رجعنا هنايا، عاوتاني صافي ملي كرفنا رجعنا هنايا، جبد واحد المصو ديال الفلوس، يقدر يكون واحد 3000 حتى 4000 درهم، جبد قالنا هكا الفلوس هادي ما تهضروش، خليوني نمشي في حالي، خليوني نمشي في حالي، ما تهضر لا ما تعيطوا لا للمخزن، ما تهضروا لا مع الوالدين ديالو ولا والو، يعني بحال اللي ما شواه. حنا ما بغيناش في نفس الوقت ما بغيناش نضربوا، حيت راجل كبير، ماشي راجل، وانما وجهه ضعيف ووجهه ملون، خافنا عندك الادي وقع شي حاجه ولا نتقوا حنايا يعني ما عندنا حتى شي علاقه. واتصلتوا باعوان السلطه، جا وعيطوا للشرطه، جات قوات مساعده، جات قوات مساعده هي الاولانيه، حيت واحد الجار هنايا ساكن عاون السلطه، عاون السلطه، عاون السلطه هو اللي اتصل بالقوات المساعده، جات القوات المساعده بلاصه، عاوصونا من الامن الوطني، جاو البوليس والدواء بحال هكا، استجبوه تما باقيين في الدائره العشره، لا دابا باقيين واقفين هنايا في الحومه، باقيين واقفين قدام ستافيكاس، كيهضروا مع ديك العايز تيتوش عندك سينا كيفاش ني واقع، قالوا انا ثلاث مرات وانا كيدخلني هذا الشخص هذا هنايا، هذا المكان المهجور، هذا المكان هذا البلاصه بالضبط، وكيلعب لي في الاماكن المناطق الحساسه، وكيغويني وكيبغي يدبر عليا باش نمارس معاه شي حاجه. وقال جوج مرات، وهذه مرة سادسة، جوج مرات حنا ما حصلناش، جوج مرات ما عرفناش شنو وقع، جوج مرات كيقول هو باللي هايدا بصورة مباشرة، كيقول اغتصبني، كيقول اغتصبني بصورة مباشرة، ولكن حنا اللي شهدنا عليه، واللي شفناه، واللي حضرنا عليه، هو ديك الشخص هبط له السري، وزول له الصدافة، زول له الصدافة، وبقى كيلعب معاه. يعني كيداعبوا بدا مرحلة المداعبة، كيهيئوا للاغتصاب، اييه كيلعب له في الضوء، وما كانش كيتصور هاد الخمسيني بانكم كتحذيوه وكتصور، لا ما شفناش، ما كانش على باله مرة، حيت إذا جيتوا في ديك اللحظة غادي يقنفسوا، لا هاتينا كما كتشوف، هاتينا كتشوف الغرسة قداش هي، الغرسة كبيرة فيها تقريبا كيلومتر كاملة، الشطاب كاملة كتاب، يعني منطقة خالية مهجورة، منطقة خالية تماما، ما كانش أولا ما كانش ناوي على شي واحد يشوف ولا يدخل نتيجة، ما غادي طيحش عليه بأن تكونوا نتوما، فعلا كما قلتي، كانوا يقتلوا يدفنوا ما يدخلوا، وثانيا وماشي بعيد، وثانيا دخلنا لهنايا مع الشطاب هادو اللي هنايا، ما كيبان والو، ما كنبانولوش حنايا، فهمتي، مع هو اصلا قصد البلاصه هذه ما بينش، وهذيك زعما كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، هنا عماره سكنيه مجاوره للمكان اللي كان غادي يختصب فيها الطفل، شوف على زعما وهذيك السادسه زوالا باقي قايله، باقي قايله،
في الضوء. باقي الضوء كلشي كيفاه. الزعامه كامله زعما باغي وما شافش بان الناس شخص على ما اظن متمرس موالف بهادشي هذا فهمتي علاش حنا اصلا جبرنا له مخايط ديالو هنايا عامل كرتونه بلاصه معروفه كيف كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذا هو المكان يعني كرتونه فرشه كرتونه هاد الكرتونه هادي جابها من تحت هاد الكرتونه جابها في يدو جابها في يدو هي فعلا ملي كان داخل بالعاء وهاد هاد المخايط هادو ديما هنا لا هادو ما كانوش ديالو منين جابو ما هادو غيكون جابو من الدار ديما عندو هنايا هادو اصلا هادو ما كانوش هنايا حنا الحومه هادي هي البلاصه اللي كنريحو فيها هنايا كتجلسو الفوق انتوما فوق هذيك الشجره اللي كتبان لك اونفاس قدام القمره هي تنعلقو الخروص تما كنعلقو الخروص كنريحو تما كتعملوا التمارين الرياضيه تكتا شفتو شفتو هذاك الشيء هذاك ها هو جبرنا يا خو كيلعب فيه كيلعب له هيدا في فخادي رجلو كيلعب له ها هو الثوبل حس بالسكات هذاك الشيء ما مع الصوت ديال الشطب ما غادي يظنش بان شي واحد كيراه لا هو اصلا خدام في شغله عامل شغله ما مسواقش ما مسواقش مسواقين يعني عنده الثقه الكامله وعايش النشوه وهودنا مهم تخبى هنا تحت هاد الشجره هادي صورنا له ديك الفيديو صورنا اربعة فيديوز جوج فيديو صورناهم ملي كانوا مع كان مع العام القضائي ورجال الشرطه والقوات المساعده لا فيديو شوف الفيديو اللي صورناهم كانوا مع العام القضائي والقوات المساعده جات الشرطه منعت علينا وقالتنا عندك مسبارطاجي شي فيديو ولا تنشروا شي فيديو ولا بالضبط طبيعه الحال ان الطفل باقي قاصر ست سنوات استدعى والام ديالو والاب ديالو جاو الدائره 10 سنوات انتم عطيتوا الشهاده سمعتكم الشرطه المهم ديك الساعه اللي كرفوا عليهم لهن ديك الساعه اللي عملنا له ديك جوج فيديو الثانيين جوج فيديو الثانيين باش هضرنا معاه وشفنا يعني الاقوال ديالو هو والاقوال ديك العائل حنا الاقوال ديالو ديناهم في الفيديو لا هو ولا ديك العائل ولكن زدنا عملنا جد فيديو اخرين مطابقين ديك اللي عملنا حنايا بالاقوال ديال يعني بالاستدراج يعني مخزن كيسقسيهم ماشي حنا اللي كنسقسيو ومن ثم مشينا معاه في الدواء في ستافيكا ومشينا معاهم حتى حنايا هودنا الكوميساريه قلنا الاقوال داكشي اللي شفنا داكشي اللي وقع شهدنا به مضينا ام ديالو طلعنا مع رجال الشرطه ملي كنا ماشيين وريناهم الدار جا الخاو ديالو الصغير شبان المرض ديال المهم طلع عندي يما هضر مع يما اذا سمعوا له في محضر رسمي والسيد تقدموا النيابه العامه لا بصر. هو الاقوال ديالو ما داو منهم والو الاقوال يعني غير هيدا اقوال وصافي هضره ولكن لا داكشي دابا الشغل ديال الامن غادي يعمل الشغل ديالو غادي يسمعوا له وغادي يتم التقديم ديالو للنيابه العامه بطبيعه الحال شحال انتم دابا هنايا كتسريدوا حنايا 30 سنه ونص حياتنا كامله عمركم ما شفتوا هذا الماتش تنهضر مع هذه لا تشوف ويما دابا باقا حاليا باقا في الكوميساريه باقي مستجوب بلاصه مخلويه بقى انا عندها ضيعه كيجيب العائله كيجيب عليه فهمت بلا كيجيب العائله اللي كيجيب كذا كنجريو عليه ولكن يعني حتى الدرجه هذه لا كنجبروا الراجل مع راجل هنايا كنجريو عليهم ولا كنعيطوا لهم المخزن حتى الشوات كيكونوا هنا حتى هنايا صافي ما كيجيو الصابون شوف دابا هاد الغرسه هذه كامله اللي صورتي هاد الغرسه هذه اصلا كتسمى غابه الجن كنعيطوا لها حنا دابا هاد الغرسه هذه اللي شفتي دابا سينا هنايا ملي دخلتي موقع ثاني هنايا راه معلي ما كتبانش مزيان وانما راه كبيره بزاف ودابا هاد المسافه هذه اللي دخلتي بها سينا من هنايا مسافه من هنايا عاوتاني من هاد التقاطع هذا وحتى لهان باقا الطريق طويله كامله غرسه ومن هنا عاوتاني لهان باقا الطريق كامله طويله غرسه فهمتي من هنا حتى يعني فضاء كبير يعني منطقة خالية كل مرة وكيشوف كلنا وباش كل اللي كيجي لنا هنا بحال اللي قلتي وكل مرة وفين فتيات والشبان والشواد باش كيختاليو هنايا ويعملوا يعني كيستغلوا الفساد هذه المنطقة مع مور فيها الظلام داميس يعني بنادم كياخذ راحته حتى اللصوص كيتخبعوا هنا وكلشي خلي كيجي كيتربى هنا كتشوف من هنا وانتم لهم بالمرصاد يعني كسكان الحي كتحافظوا هنا على السمعه ديال الحي ما يبقاش الدعاره والفساد في هذا المنطقه وهي منطقه زعما خضراء ما خصش خصهم يستافدوا بها ماشي صراحه موقع واعر بزاف ثم كتجيو تما الرياضه وكتفاجئوا بالدليله والطيور كيغنيو تصرفات لا اخلاقيه اللي كتقول فيها يا اخي مره واحد الدرجه ولكن يعني هذا الموقف هذا وهذه الجريمه هذه بزاف هذه يعني صارت مؤخرا بزاف بحال اللي قلت يعني بعد جريمه الطيف علان بانوا بزاف ديال يعني لولا الحضور ديالنا كانت غتكرر نفس الجريمه الطيف العدنان يعني بدون
شك يعني. بيان سور، لان انا يذبح ويسلخ ما كاينش اللي يشوف. كاينش اللي يتسوق. النيه ديالو اصلا كانت ربما كنظن كتمشي كتمرفض الاتجاه هذا. يعني الطيف باقي صغير. إذا مشاهدينا الكرام كنتم معنا مباشرة من طنجة وبالضبط بهذه المنطقة المهجورة والخالية بحي الشرف التابع لمقاطعة مغوغة، وفي هذا المكان أذكر بالضبط تم توقيف شخص 50 يحاول اغتصاب طفل في عمره 6 سنوات، إلا أن التدخل البطولي لشباب حي الشرف مكن من توقيف هذا هذا الوحش الادمي. هاد اللعبه هذه صورنا في الفيديو هي في يد هاد اللعبه في اليد من في اليد ديك الموجه كان كيلعب بها. الوحش ادمي كما تتابعون معنا كان كيستغل هاد كان هنا فوق كارطونه جات زول الحنشه وحطها لي. اذا كما ذكرت هاد الوحش ادمي اللي كان غادي يستدرج طفل في عمره 6 سنوات باش يختصبوا في هذا المكان بالضبط، إلى أن تدخل شباب الحي مكن من توقيف عمله الإجرامي والاتصال بأعوان السلطة الذين قاموا بإخبار عناصر الشرطة القضائية التي انتقلت إلى عين المكان في هذا المكان المهجور بمنطقة خالية، وتم توقيفه واقتياده إلى الدائرة الأمنية العاشرة، وتم فتح تحقيق في الموضوع في انتظار تقديمه أمام العدالة من أجل محاكمته في المنسوب إليه. مشاهدينا الكرام شكرا على تتبعكم هذا المباشر، ألقاكم في مباشر آخر، تصبحون على خير، إلى اللقاء. كلمة الأخيرة.